كل منا سيموت، لكن ليس الكل سيعيش. فالعيش فن لا يتقنه إلا من أتقن فن التجاوزات. تجاوز همك، تجاوز همومك، تجاوز حتى الأشخاص اللي يغثونك. فهموم الدنيا كبيرة ورأسك صغير ما يقدر يتحمل كل هالهموم. ولهذا حط بهذي طين وهذي عجين، عن قال وقيل وقلت وتعيش صح. فحياتك مقاسة بقدر وناسك، تونس بهالدنيا قبل ما تنتهي دنياك. على ويش نفسك كل يوم نتزعلها؟ ترى ما انت بمكلوف بهذا ولا ذاك، ما هي شغلتك غلطات غيرك تعدلها. وريح بالك بسبب واحد بس. وشو هالسبب ذا؟ إن كل شيء مكتوب ومقدر. وأهلنا الأولين الله يرحمهم يقولون الكائن صاير والهم زيادة، يعني المكتوب مالك عنه. دع المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البالي، فما بين غمضة عين وانفتاحتها يغير الله من حال إلى حال. توكلنا على الله.